هو بص احمد صلاح هو فعلا احسن لاعب في البطوله وبيسجد لربنا شكر، فعلا نجم النجوم يا ابني بصراحه. احمد صلاح يا جماعه يعني فعلا يستاهل الكتير، ادى للنادي كتير وكفايه خلقه واخلاقه فنا ولعبا ومهاره. دكتور عمرو العنواني هو اللي بيسلم. دكتور عمرو العنواني هو اللي بيسلم. هو احمد صلاح يعني بيعمل الفارق مع اي فرقه بيلعب فيها. الدكتور عمرو هنا بيبوسه وفرحان بيه كاحد ابنائه. والحقيقه هو رايح للكابتن محمود الخطيب هنا، والمهندس فرج عامر ايضا فرحان بيه. يعني مصر كلها ده فكت الكره الطايره المصريه في اي مكان. احمد صلاح لازم يكون واخد مكانه في الصداره بين اللاعبين. ما شاء الله ربنا يحميه لناديه ولبلده.